still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were. أحبائي سعيد صباحكم، صباح النور، صباح الخير، صباح الورد. أتمنى يلقاكم صوتي بأحلى أوقاتكم. طليت عليكم اليوم ليتحدث مرة جديدة مرة أخرى عن الصواعق الكرمية، وأرجوكم أرجوكم أنكم تسمعوا الأوديو اللي راح نحط لكم في صندوق الوصف، ونحط لكم كذلك في التعليق مثبت. لازم تسمعوه، تسمعوه وتفهموه، واللي ما فهمش أنا مستعدة ندخل التعليقات ونجاوبه، نعطيه إجابة، لأنه الموضوع علمي بحت، علمي 100%، ما عنده حتى علاقة بالسماء ولا باللعنة ولا ما شابه. أوكي، ولا أريد في الحقيقة اليوم حبيت نعمل هذا الأوديو حتى لا أرى هذا السؤال يتكرر. بونجور تول مون، جود مورنين اند بونجورنو. نسيت تحيتي، طالما أنا منزعجة من هذا السؤال. السؤال هو، ولا أذكر صيغة السؤال، ولكنه سؤال يتكرر كثيرا جدا جدا، هل أصاب بالصواعق الكرمية إذا حصل كذا أو كذا؟ يعني هل تصابين، وكأنك تسألين هل سأصاب بالسرطان إذا ما أكلت مثلا مواد بزيت محروق طيلة 17 سنة؟ فأنا نجاوبك ونقول لك أكيد أكيد، يعني بعيد الشر عليكم، يعني أكيد أن الإنسان اللي يتناول أكل مش صحي سيصاب بالسرطان في المعدة وفي أي منطقة، في أي منطقة في الجهاز الهضمي. نذكركم صاعقة الكرمية، كلمة صاعقة هي ستون ديشارج إلكتريك، صاعقة لا فودغ هي نفسها المعنى اللي موجود في الطبيعة، لما نقول سقطت صاعقة على منزل فلان فأحرقته، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه سقطت كمية من الكهرباء اللي حدثت نتيجة ظواهر طبيعية، ما ندخلوش في تفاصيلها، سقطت على ذلك المنزل وأحرقته، لأنه النار الكهرباء تعمل نار منطقيا، مع قوة الاستدامة تعمل نار والنار تحرق. نفس الشيء اللي يحصل على جسم الإنسان، الإنسان لما يصاب بالصاعقة كارمية، لماذا سميت كارميك ينفوذ كارميك؟ كارمية لأنها متعلقة بحياتنا نحن كأشخاص، وهم يقولوا حياتنا السابقة، وأنا هذه الكلمة عندي حساسية منها، ما نقولش حياة سابقة. لماذا؟ أنا نقول الحياة، حياتي أنا كشخص مثل ما تعرفوا مستنسخ فيها حيوات بعض الأشخاص قبلي. لما نقول حيوات بعض الأشخاص قبلي، مش الأشخاص اللي استنسخوا فيا برواحهم أو بأجسادهم أو بأشكالهم، لا، البيرسبيريت بما يحمله من ميموريا، من يعني ذكريات، هو اللي استنسخ فيا. فأنا عندي ذكرى الفرح لأن الفرح موجود في السماء، وعندي ذكرى الحزن لأن الحزن موجود في السماء، وهكذا دواليك. كل شيء، ذكركم، كل شيء موجود عندكم في ذهنكم عنده كوبي في السماء، كل شيء، كل ما تفكرين به الآن وأنت تستمعين إلي عنده صورة تبقى الأصل منه في الأسترال في السماء. أوكي؟ طيب، الفودر الكارميك أو الصاعقة الكارمية ما هي؟ هي الكهرباء اللي أنت أو أنتي تطلعيها من جسمك، ملونة باللون طاقتك أنتي. أنتي عندك هالة، أنتي شفتي هالتك، من المفروض أنا عملتكم كيف تشوفوا هالتكم، راكي شفتيها لونها. نفرض أن لون هالتك بيربل مثلا، بنفسجي، فأنت راح تطلعي كهرباء، okay؟ وهذه الكهرباء تتلون، تأخذ اللون الضوء هذا اللي تخرجيه أو الهالة هذه، راح تأخذ اللون، سمعي مليح، لون الهالة اللي أنت
طلعتها. اوكي، فاذا انت، انا كي نشوفك، لما نشوفك نشوف مجالك الكهرومغناطيسي او الهاله الدايره بيك، الهاله الطاقيه اللي دايره بيك، ونشوفها بنفسجيه. لماذا بنفسجيه؟ لانه الكهرباء اللي خرجت منك لوناتها بالبنفسجي بكل بساطه، لانه روحك انت بنفسجيه. طيب تقولوا لي ما علاقة الروح الآن بالكهرباء؟ نقول لكم أنه الجسم، جسمنا نحن، هو الوسيلة اللي تستخدمها الروح في التعبير عن نفسها. ما هي كيف تعبر؟ هي تعبر عن نفسها بواسطة الجسم. أنت لما تكون روحك مثلا في حالة غضب، راح تأخذ الجسم أو اللسان وتسب الشخص الذي يقابلها بكل بساطة. هنا لما نقول روحك، جزء من روحك اللي هو جسدك المشاعري. جسدك المشاعري كان غضبان، كان حزين، كان فرح، أنسي دو سويت. فالصاعقة الكارمية تحصل لما الكهرباء التي نصدرها، التي هي تعمل لنا مجالنا الكهرومغناطيسي، تكون مش متوافقة مع الطاقة الكونية بكل بساطة. يعني انت عندك مجال كهرومغناطيسي بحذاك، نفرضوا انه مجال زوجك مثلا او حبيبك، whatever. هذا المجال متفق مع مجالك الكهرومغناطيسي، في تجاذب، في تجاذب مغناطيسي، يعني في حب. وهو الحب، ما هو الحب فيزيائيا؟ شرحت لكم فيما سبق، لكن تنساوا انتم كلامي. الحب قبل ما يكون نفسي، قبل ما يكون نفسي هو فيزيائي. والدليل أنه مثلا أحيانا توجد رجل مثلا وسيم، مزوج بامرأة دميمة أو بشعة أو قبيحة، والقبح مش موجود، هو يشوفها جميلة. أنا أتحدث بالإيجو، أنا لسان الإيجو هو اللي يتكلم مش أنا، والعكس صحيح كذلك. مما يعني أنه الجمال أو الهيئة الخارجية ليست أساساً في التجاذب الجنسي، وليست أساساً في التجاذب النفسي. فالحب هو ظاهرة أولاً روحية، وثانياً عندها تجليات فيزيائية. لما نقول فيزيائية، فيزيائية بمعنى أنه الشخص ألف مع الشخص بي، مجالاتهم الكهرومغناطيسية مع بعض يشكلوا دائرة، يشكلوا دائرة نقولوا متساوية، أو دائرة أكيد هي متساوية، ما فيهاش أضلاع، نقولوا دائرة مكتملة. أوكي، يعني يين يانغ أو يين يين أو يانغ يانغ، ولكن الأصل أنهم فيزيائيا مكتملين، في بيناتهم تجاذب على جميع الأصعدة أو على جميع المستويات، يعني كومبليتود. لما يحصل التنافر بين الإنسان وبين طاقة الكون، ما بين مجال الكهرومغناطيسي للإنسان والمجال الكهرومغناطيسي الموجود في محيطه، رح يبدأ يدخل في صدامات مع الكون. أي يتصادم مع الشجرة، يعمل حادث بسيارته يدخل في شجرة. أنت وش بدك للشجرة؟ ما الشجرة بعيدة عليك. أكيد مش الشجرة اللي راحت له، أكيد مش هي اللي راحت له، لأنها ثابتة، هو اللي راح لها. يتصادم مع الناس، يدخل في عراكات مستمرة مع الناس، يبدأ يضر نفسه ويضر الآخر معه. بعد ما كان في علاقة طيبة، الإنسان كل ما كان صحيح، كل ما كان متوازن، يعني طاقته هو متوازنة، كل ما كان في علاقة طيبة مع الكون، كلما اختل توازنه كلما دخل في صراع مع الكون. ولما يختل توازنه في الطاقة، يعني طاقيا يختل، تختل طاقته، راح يتداوس مثل ما نقولوا بتزريع، راح يتداوس مع الكون، راح يتخاصم مع الكون. في واللي يعمل حوادث في سيارته، واللي يعمل حوادث في العمل، واللي يعمل حوادث مع الناس، يعني مشاكل هكذا اعتباطية، مشاكل
فور فري، ما عندها حتى داعي، ما عندها حتى سبب. بس هذا التعبير سبب مقنع بيان سور، وهذا ما نسموه أو هذا ما يسمى صواعق الكرمية. لماذا بالذات الطاقة اليين هي اللي عندها مشاكل ومش الطاقات اليانغ؟ أولا لازم تعرفوا أنه الطاقتين الاثنين يانغ أند يين كلاهما يتعرضان أو للصواعق الكرمية. مش صحيح أنه اليين فقط يتعرض للصواعق الكرمية، ولكن الشيء اللي حدث أنه منذ سنة 2000 بدأت تتفق الطاقة القمرية على الكون، على الأرض مش على الكون، على الأرض بالذات الكوكب اللي نسكنه فيه. وماذا حدث؟ الشخصيات اليانغ اللي ماديين اللي هم أصلا عملوا الكثير من الثقوب السوداء في الأرض، يعني هذا كل هذه الصناعات والفساد الذي أفسدوه في الأرض، هم من؟ هم ناس ماديين، هم ناس طاقتهم يانغ. فهذه الناس لما بدأت تدفق الطاقة القمرية صار عندهم مشاكل، بدأت تنبعث عندهم مشاكل، مشاكل من كل الأنواع. أما الطاقات اليين فزاد اختل توازنها، ما هي أصلا كان عندها نقص طاقة شمسية، فلما زادت قلت الطاقة الشمسية في الكون بصورة عامة، طاقات اليين زاد اختلالها. والطاقات اليين اللي عندها أرواح قوية وداخلة في علاقات روحية هي أكثر الناس تأثرا بالطاقة الكونية. قلت لكم لماذا؟ لأنهم هم ملتقطين للطاقة، هم أرواح قوية عالية في الذبذبة، فهم ملتقطين للطاقة أكثر من الناس اللي واطية في الذبذبة، اللي قريبة من المادة أو قريبة من التراب من الأرض. اللي قراب من الأرض عندهم أكثر طاقة أرضية، لإنرجي تيغيك يعني طاقة الأرضية، طاقة التراب. واليين وأكثر روحانية عندهم أكثر طاقة سماوية، طاقة القمر، طاقة قمرية أنثوية يعني. هذا الاختلال منذ سنة 2012 هو اللي جعل فابيان مارشان يقول بالتوائم الحديثة والتوائم القديمة ما فيش فرق كبير شاسع. رغم أني وعدتكم قلت لكم نعملكم أوديو، عملت أوديوهات فيما سبق، وأن هذا الموضوع لا أدري هو موضوع يعني لا يستحق أن نوضع عليه موضوع أوديو. ونشرحت لكم الأمر، قلت لكم قبل سنة 2012 توقفت الموسيقى. هذه الموسيقى هي عبارة عن ريسيت للسبيريتشوال ريسيت. قلت لكم أنا من 2012 أصبحت الطاقة القمرية تتدفق بصورة مهولة على الأرض، والناس كلها الناس راح توعى. يا جماعة احنا معمولين حتى نكونوا في حالة وعي وحتى نكونوا in connection مع أرواحنا، ولكن نحن فقدنا الاتصال بأرواحنا منذ ملايين السنين، والسبب في ذلك أن المادة حكمت علينا. يعني كل ما زلنا تكثفنا في المادة كل ما زاد قلت روحانيتنا. أوكي؟ والروحانية نعود نذكر لا تعني الصلاة والاتصال أو مناجاة الله مثلا أو ما شابه، لا، الروحانية تعني أنك تكون في اتفاق مع الله من حيث الروح، مش اتفاق مع الله من حيث الحركات، أو من حيث لازم تكون في اتفاق مع الله من حيث السلوك مثلا. يعني كيف تفسرون شخص لا تصيبه صواعق كرمية هو مثلا يأكل مال اليتامى مثلا ويصلي الفجر في الجامعة في كل صباح مثلا؟ هل هذا شخص متصل بالله؟ أكيد لا، سلوكه لا يعبر عن ذلك. فإذا الصاعقة الكهربائية الكرمية هي صاعقة كهربائية تصيبك أو تصيب جسمك لأن دماغك اختل بسبب الطاقة اللي انت تتلقى فيها، أولا من الكون، بسبب الطاقة اللي انت تتلقى فيها ممكن من عند شريكك. يعني اليين عندها أوبسيسيون، عندها جنون باليانغ. لما نقول جنون عنده أوبسيشن، يعني اليانغ يدخل العقل وبعد يعمل له دربكة في عقله، فبدل ما يكبح المكابح يحط رجله على الأكسلريتور فيعمل حادث. أكيد ما هو بدل ما يوقف السيارة راح زاد في السرعة، فأكيد يدخل في الشجرة أو يعمل حادث.
فهناك إذن نشاط كهربائي، لاحظوا معايا سمعوني مليح، هناك نشاط كهربائي زايد عن حده نتيجة التفكير المستمر اللي يكون عليه الين في شريكه اليانغ، عنده أوبسيشن في الأيام الأولى من العلاقة وحتى في الأشهر الأولى من العلاقة، يكون عنده أوبسيشن يعني يقود سيارته وهو يفكر فيه، يأكل وهو يفكر فيه، ينام وهو يحلم به، فهذا الدربكة اللي تحصل له في مخه تجعله ما يتصرفش مليح. أوكي، هذه واحدة. لماذا يعود بسبب الصواعق الكارمية؟ ما هو لما يكون داون طاقته السلبية تطغى عليه ويصير في حالة حزينة ويشتد عليه الاشتياق، مثلا إذا كان هو عامل بلوك سيشتد به الاشتياق ويتذكر حياته بكل ما جرى فيها من أحزان مؤخرا، أنا عملت كذا يوم كذا، أسرالي كذا يوم كذا، وحدث لي كذا يوم كذا، ويبقى يبكي على روحه، يبكي على حالته المزرية اللي وصل لها. ثم ماذا يفعل؟ ثم يقارن حالته قبل هذه الحالة، يقول أنا مثلا لما كنت مع فلانة أنا كنت في حالة جيدة وكنت سعيد وكنت كذا. ما هو عقلانته ضعيفة يا جماعة، عقلانته ضعيفة، يمشي بشوي عليه. فيعمل واحد الربط، يعمل واحد الحد فاصل، فيقول أنا من يوم ما عملت لها مثلا بلوك وانا صاير لي مشاكل، ما الذي يحدث معي؟ فيفكر في العودة وفعلا يعود. فإذا هناك عاملين، مش الصواعق الكارمية اللي ترجعوا فقط، يرجعوا الاشتياق ويرجعوا اختلال طاقته، الدربكة اللي تحصلوا على طاقته لأنه نقص طاقة شمسية، وثالثا المشاكل اللي تحدث له باستمرار من جراء فقدانه للطاقة. ما هو لماذا تحدث له الصواعق الكارمية؟ هي روحه تنبه فيه تقول له أنت كنت في مجال كهرومغناطيسي جيد، أنت كنت في حالة اكتمال مع الكون لأنك التقيت بالحلقة الباقية من البيضة الطاقية اللي أنت تشكلها مع الكون. هو طاقة يين عالية والطاقة الطاقة يانغ عالية، فكان من المفروض يشكلوا ثنائي حتى تزيد قوتهم، ولكن هو تخلى عليها نتيجة بلوكاته. فالطاقة الكونية اللي هي متصلة بأرواحنا تذكروا أنه أخطأ، فتعطيه كل هذه المشاكل اللي هي عندها سبب علمي قلت لكم عليه، هو النشاط الدماغي المفرط. تعطيه له إذن كل هذه المشاكل، جسده يولي إن ديكونيكسيون، إن يولي في حالة تنافر مع الكون، ساري، مما يؤدي به إلى العودة. لما يعمل الريكونكشن مع الكون سيعود إلى اليانغ. لماذا؟ لأنه يعود يشوف فيه هو طرف أو هو جزء من الطاقة الكونية السعيدة اللي كان فيها في الماضي. تحياتي لكم، وأتمنى بليز أتمنى مزيدش تطرحوا هذا السؤال. صواعق كارمية ليست لعنة سماوية، هي مجرد نشاط كهربائي دماغي لا يتفق مع المجالات الكهرومغناطيسية الموجودة بحياتك، بكل بساطة. تحياتي، تهلاو في روحكم، نلتقي في الأوديو الجاي، رح نكمل لكم موضوع التناسق بإذن الله. يعني أنا كل يوم نتحدث عليه هذا الموضوع، لا أدري لماذا، ولكن أكيد فيه رسالة لكم. يا حبيبي، مع السلامة.